يستمر العمل لإيجاد الحل. لا سيارة تتوقف حتى الآن. الأفكار تتدفق والحل يقترب. القلق يتلاشى. والفكرة الثورية تتجسد أخيرا. ليكون هذا الرجل أول رئيس لشركة في قطاع التكنولوجيا. تبتكر حلا جزائريا خالصا لإنهاء أزمات النقل. شركة بدأت من لا شيء في بلد بدأ يستخدم التكنولوجيا ببطء وحذر. توقع له الفشل، سخر من عمله عدد من الناس. بعد سنوات قليلة صارت الأرباح تتدفق. ثبت وقاوم وتمكن من غرس جذور مشروعه. صار اسمه رمزا للنجاح في قطاع الشركة الناشئة، ليحقق وشريكه ما لم يحققه أي رجل أعمال صاعد منذ عقود. أهلا بكم إلى قصة مهدي يطو، رجل أعمال صاعد من الصفر. شخصيتي أنا نحب أن تكون عندي امباكت في المجتمع تاعي. ولد رجل الأعمال الصاعد في هذا الحي العريق بالعاصمة، وهو حي محمد بالوزداد. ذات يوم من أيام نوفمبر من سنة 1976، وسط عائلة بسيطة من الطبقة المتوسطة لأب وأم يعملان في التدريس والطب النفسي، كان مهدي هو الأكبر بين أشقائه الثلاثة. قريت حتى السنوات الأولى تاعي، قريت في المدرسة الابتدائية جلالي جدار، اللي راهي تماك في لابلاسيت تاع المرادية. من تماك يعني في حوالي 5 سنوات انتقلنا، يعني رحلنا من البيت هذاك إلى بيت آخر في بير مراد رئيس حي الينابيع. لم تدم وظيفة الأم طويلا، وقررت التوقف والاعتناء بالصبي مهدي وأشقائه. تبعها والده الذي قرر تطليق الوظيفة في القطاع العام هو أيضا. كيزت يعني حبست العمل، و يعني كانت تستكلف بالأطفال في البيت، والأب تاعي كمل في الوظيفة تاعو. من بعد حبس الوظيفة تاعو وبدأ في النشر. التغيرات الجديدة في وضع العائلة صنعت أول نقاط التحول البسيطة في حياة الصبي اليافع. لقد انضم إلى العمل مع عائلته وهو لم يتجاوز 10 من العمر. الأب تاعي بدأ في النشر، بدأ غير هو والأم تاعي، دونك كانوا يعني يعملوا على الكتب. احنا انا والاخوات تاعي احنا اللي كنا نطويو الاوراق ونحطوهم في الاول، كل واحد يمد لوحده، هكا تطوي ورقه، انت زيد طويها هكذا وانت زيد طويها هكذا، ونحطوهم في بكري كانوا ديبوشات، ومن بعد نرجعوا كتب. لكن لا شيء من هذه المتغيرات في العائله او الانتقال نحو بيئه سكنيه جديده استطاعت ان تحول بين الفتى الناشئ وبين تفوقه الصارخ في الدراسه. كلاسمون يعني في الرتبه كنت الثالث في العربيه والاولاني في الفرنسيه. السيام يعني كنت في ثاني متوسطه ثاني المقام الجميل في الينابيع، وثاني كنت متوافق شغل في الدراسه. كملت يعني كنت في الرتب الاولى، مره الاول مره الثاني، على بالك لا كونكورونس بين الاطفال. نحو 9 سنوات قضاها مهدي الطو بين الابتدائية والمتوسطة، يستعد الآن لمرحلة الثانوية الحاسمة في تاريخ أي شاب ناشئ. المرة الأولى وين لازم نخير يعني الشعبة تاعي. أنا كنت نحب الرياضيات، دونك خديت كانت يعني طبيعي لي، خديت رياضيات ماتيلم. برع التلميذ الشغوف بالعلم في مجال الرياضيات متفوقا في كل المسائل المتعلقة بهذه الشعبة. أولى ثانوي، ثانية ثانوي، وثالثة ثانوي كنت أنا أول يعني الأول في القسم في الرياضيات، وكنت يعني الحمد لله كنت لاباس في الدراسة. في خطوات ثابتة نال شهادة البكالوريا، وسنه لم يتجاوز 16 سنة فقط،
غير أن غياب هدف واضح له في اختيار الشعبة المناسبة كاد أن يقفز به نحو مرحلة من التيه الطويل. قلت الشعبة تاعي اللي كنت حبيت نخيرها، حبيت ندير فلسفة. الظروف ما سمحت ليش ندير الفلسفة، وعلاش؟ لأن الوالد تاعي اللي كان متخصص في علم النفس يعرف الدومين، وعلى باله بلي حسب بالك من الأفضل ليا نريد ندير ناخذ اختصاص تقني في الهندسة، في العلوم، حتى في الطب. قال لي هو دير الطب. التقنية في طريقها إلى حياة الطالب الجامعي مهدي الطو صار على بضع خطوات قليلة جدا ليدخل إلى أكبر مدرسة وطنية في الجزائر متخصصة في التقنيات المختلفة. أعطوني الاختيار الأول، دونك جست المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات في سبتمبر 1993. المدرسة التقنية القوية السمعة في ذلك الوقت لاقت مهدي بطالب عبقري آخر واسع الرؤية حاد الذكاء، وهو نور الدين طايبي الذي سيكون فيما بعد أحد الركائز في الشركة المستقبلية. كان ينافسني في الأول ولا الثاني هو صديق تاعي واللي أسسنا كيف كيف يسير، نور الدين طايبي. قرينا 5 سنوات كيف كيف في ليكول بوليتكنيك، دونك المدرسه المتعدده. درسنا كيف كيف في المدرسه الوطنيه متعدده التقنيات من السنه الاولى حتى السنه الخامسه، كنا في نفس التخصص، وحتى يعني في السنتين تاع قبل التخصص كنا في نفس القسم. بتركيز عال حصد الطالب المجتهد المراتب الأولى على التوالي ليتخرج الأول في دفعته عام 1998. كنت في المرتبة الأولى ولا الثاني في قاع 5 سنوات، في الأخير السنة الخامسة كنت كي تخرجت كنت الأول في الدفعة هذيك. أين أتجه؟ أين سأكون؟ كيف سأجد عملاً في تخصصي؟ من يوظفني وأنا لا أملك أي خبرة؟ سأل طالب المتخرج مهدي الذي أصبح أمام الأمر الواقع كل هذه الأسئلة على نفسه. كي خلصنا الجامعة في 98 وجب أنا أظن الإحساس تاع كل طالب غير يخلص على بالوش وش يدير، شغل الحق على خلاص راح يخرج. كي تكون تقرا حاجه تجيب حاجه، سنه مر سنه حتى تلحق للاخر. كي تخلص واش راح ندير؟ اخيرا وجد مهدي طريقه. لقد اختار بسرعه اكمال دراساته العليا في اكبر مدارس الهندسه الفضائيه في اوروبا. الهجره الى الخارج شعار المرحله الجديده. رحت الخارج، رحت فرنسا مدينة تولوز، ويعني درت تسجيل في مدرسة الوطنية، المدرسة العليا ليكول ناسيونال سوبيريور لايرونوتيك دو لاسباس. فرحة الطالب الجزائري في البلاد الفرنسية لم تدم طويلا لتأتيه الصدمة سريعا. وكنت حبيت نكمل في الدراسات الفضاء، ولكن ما يسمحش الحال، القانون في فرنسا ما يسمحش الجزائري باش يكمل في هذا، يعني ممنوع كرايم على ايبوك، ممنوع باش جزائري يكمل في هذا لا فيليير يعني هذه. ضغط المشرف الفرنسي على الطالب مهدي اخذ اتجاهات لم تكن في الحسبان. حبيت نبوستولي اون بورس يمدوها لكل التلاميذ، ماشي كل تلاميذ، كل تلاميذ من حقهم يديروا اون دوموند. انا قال لي ما ديرش، يعني قال لي ما يعطوها لكش، ما تعيش روحك. انا على كل حال كنت هذاك الوقت كنت صامت شويه، دونك رحت جريت منها وسكريتير هذه سيني لي هذه اكسيتيرا، حطيتها وعطوني لابوس ما عطوهاش الاخر. أهوال العنصرية التي مر بها الشاب الطموح في الكلية الفرنسية جعلت صديقه المقرب نور الدين طايبي ينصحه بتغيير وجهة نحو كندا. كانت شوية صعوبات في فرنسا، مع عمري ما حبيت تماك، دونك كنت في اتصال مع نور الدين طايبي زميلي في بوليتكنيك، قال لي علاش ما تروحش لأمريكا، خير
وحتى ولو كانت انا اسهل لي الفرنسيه كنت اللغه الانجليزيه كنت ماشي يعني نتكلم بها بسهوله. فقال لي روح لكندا عندهم السيستم امريكان يعني كل واحد حقه. بسرعة لافتة تأقلم مهدي يطو في الجامعة الكندية التي تركز على المهارات والكفاءة أكثر من جنسية الطلاب أو نبوغهم على الورق. في كندا وش عجبني لأن يمدوا الحرية للطالب ولا يعني حتى للطالب مانيير جينيرال باش كيدير الاختصاص تاعو كيدير البحث تاعو عنده كل تول موايا يعني وهو اللي يدير كلش. وهذه ما صبتهاش في فرنسا. العمل كان حاضرا دائما في نفسية هذا الرجل، يدرس صباحا ويوزع البيتزا في أوقات الفراغ. نعاون في التعليم، حتى كنت شارجي دو كورون سيغتان مومون، دوكا كنت نقري دروس في الجامعة وكنت نربح حياتي مليح يعني كي دير هذا كل هذا، يعني كنت نربح مدخول لاباس به. وكنت احيانا كي كنا عندي الوقت ايضا كنت حتى نعمل كليفور تاع بيتزا. استمر تفوق الشاب المهاجر في الاراضي الكنديه واتجه للعمل في اكبر المختبرات العالميه للهندسه في شمال كندا في تيرنوف لابرادور هذه، وين عملت في لابوراتوار تاع ناشونال ريسيرش كونسيل المختص في الهيدروديناميك. أمام هذه الإنجازات التي حققها كان فكر الشاب يدور حول وقت العودة. لقد قرر واتخذ القرار الصعب. خلاص جات التساؤل اسكو نقعد لتم في كندا نستقر لتم ولا نولي للجزائر، وانا من الاول كنت حبيت نولي للجزائر. دونك الظروف العائليه زاد ساعدت باش نولي للجزائر. كان عندي دونك الاخوه تاعي كاع راحوا الخارج، كان اللي راح لكندا كان اللي راح لفرنسا. عاد المهاجر الجزائري الى وطنه لتبدا قصته مع البيروقراطيه واشهر الضياع في البطاله. ما كان عندي حتى وظيفه، جيت شومير هنا. دونك بديت نحوس نخدم، عندي شهاده دكتوراه في الهندسه الميكانيكيه. دونك بهذيك قلت بالك نخدم في الجامعه، رحت درت لازم ندير ليكيفالونس، وماشي حاجه سهله على بالك، لازم تجيب كاع لي زارتيكل تاعك وكذا وجستيفيكاسيون. سالوني مام حتى هنا في الجزائر يعني قالوا لي اعطيني لا بروف بلي هاد الشهاده جبتها من كندا. براتب 4 ملايين سنتيم قبل أن يعمل في أكبر شركات الطاقة في البلاد. إلا حبيت تدخل في سوناتراك ندخلو في هذا الدفعة يعني تفيريفي توت لي كونديسيون كذا، تجيب الملف تاعك وحطو حطيتو دخلت في الدفعة هذيك بي افيك دي بروميس كما نقولوا. تدخل انجينيور صغير، دونك دخلت الرتبة في سوناتراك كانت رتبة 22، أنا دخلت شوية أكثر قالوا لي نحطوا 23، ولكن ديفيرونس ماشي كبيرة. هذاك الوقت 2008 سيتي صالير تاع 4 ملايين. لم يعمر طويلا في الشركة وقرر المغادرة نحو التدريس الجامعي وبأقل من راتبه الأول بنحو 50%. الظروف ما ساعدتنيش تاع العمل، دونك رحت للجامعة وتوليت للجامعة، عاودت رحت المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. حبيت نكون استاذ لتماك، ما كانش كاين لي بوست بوجيتير، وكان كاين في جامعه هواري بومدين. الصالير تاعي هبط، كنت طلعت كنت مخلص 8 ملايين كي خرجت من سوناتراك، عاود هبطت 4 ملايين و 700 في الجامعه. مالوغوزمون في الجامعه حتى ولاو تجيب بالدكتوراه تاعك من الخارج تبدا كاسيستون دو ريشيرش. بعد نحو 4 سنوات كاملة لم يجد فيها الأستاذ مهدي يطو سوى الاستمتاع بالتدريس والقبول بالأمر الواقع. سواء في الجزائر ولا في جهة واحدة أخرى الإنسان راح يصيب دي ديفيكولتي صعوبات، ولازم لك الصبر ولازم لك كيفاش نقولوا المثابرة. كادت أحلامه أن تتبخر حتى جاء ذلك اليوم الذي عاود فيه الالتقاء بينه وبين صديقه التاريخي. الانسان لازم يحط روحه في بوزيسيون وين يقول وكان ما نديرهاش انا شكون راح يديرها؟ هكذا ماشي قال نستنى اخرين يديروها، نستنى فلان ولا في الاداره ولا في الوزاره ولا راح يديرها. لازم انا
أظن المواطن هو يخمم قال أنا هو اللي لازم نديره، أنا هو المسؤول، ما نستناش الآخر يعطيني. فجات الفكرة هكذا، الحديث بدأ هكذا. ونور الدين طيبي اللي كان قلت لك في كاليفورنيا يعرف هذا الدومين تاع لي ستارت اب وكذا. من هذا المكان في قلب العاصمة ولدت فكرة الشركة الجديدة وراحت تجد طريقها إلى السوق الجزائرية. في مارس 2016 على جوية السبعة تاع العشية ولا هكذاك، كنا أنا ونور الدين طيبي دونك هنا قاعدين. كانت بكري شغل بيفات صغيرة، كافيتيريا هكذا صغيرة وين قازوزة قهوة ولا لاتاي، قاعدين لما غلطش من هاد الجهه. كانت طابله تاع حديد يعني، واقفين هكذا ونقصروا. قلنا شغل تماك اللي كنا نخمو على بدات الفكره. كنت مع مهدي وشفنا يعني كيفاش واش نقدروا نديروا، يعني حاجه جابت حاجه ويعني خذينا الخطوه الاولى، انشانا شركه. ساهم الرجل رفقة صديقه في تكوين فريق العمل الأول، واستطاعا أن يكون الملف بعد أشهر من الجهد المتواصل. بدأت ليدي هكذا، تكلمنا بحاجة بحاجة. أنا شفت روحي قلت لك يعني أنا ليا يعني نكونوا شركة ناشئة ونغيروا المجتمع تاعنا. تماك راح ندير يعني امباكت، بصمة في المجتمع هذا. قال أنا شاركت وغيرت الحاجات اللي ما كانوش يمشوا مليح. نقولوا تسلل الخوف والقلق للشركة الجديدة، فهذا النوع من الخدمات غير مألوف على الإطلاق في السوق المحلية، لكن المغامرة كانت أقوى من الهواجس. خفنا، نقولك صح، خفنا. قلنا اسكو مواطن حياخد تطبيق يعيط للسائق ما يعرفوش، خاصة تكون امرأة تعيط للسائق ما تعرفوش وتأخذ معها يعني تروح تتنقل معها المضرب فلاني. إذا كان في الليل بلك ربما الناس يرجعوا يخافوا، حتى السائق يخاف، ربما يقولك شكون هذا الزبون اللي يعيط لي ما عنديش معلومات عليه. تخاف إلا تفشل، بصح ما تقدرش تعرف حتى تجرب. في عالم الأعمال لن يكون الكلام من يصمد في عقد الصفقات، بل هي الأرقام والبيانات من تفرض منطقها وقوتها الرهيبة. تخيلوا، في صيف 2017 بدأت هذه الشركة بستة موظفين فقط، ولم تكن تتواجد إلا في عاصمة البلاد وبشكل محدود. كان رقم الأعمال هو الآخر محتشباً عند 300 مليون سنتيم فقط، ولم يزد عدد السائقين المنخرطين في تطبيق الشركة أكثر من 300 سائق، وكان عدد مرات تنزيل التطبيق على منصات جوجل وأبل لا يتعدى 1000 تنزيل. لكن وبعد أقل من عام فقط على اشتغال خدمات الشركة، ارتفع عدد الموظفين إلى 80 موظفاً في 2018. في 2018 كانت سنة التفاؤل لهذه الشركة التي أضافت 4700 سائق في تطور مذهل، ووجدت خدمات هذه الشركة طريقها إلى 12 ولاية جزائرية في هذا العام. وبشكل لافت ارتفع عدد مرات تنزيل التطبيق إلى نحو 500,000 تنزيل في 2018، وتضاعف رقم الأعمال محلقا نحو الأعلى بأكثر من 4 أضعاف. يعني كانوا امنين جوسكو حتى النهايه. دونك بالنسبه لهم مادام النشاط هذا نشاط ذو مبادئ اخلاقيه، ذو مبادئ حسنه، دونك يقدم هذاك المبدا تاع لا كونفيونس وتاع لا سيكوريتي اكسيتيرا. مادام النشاط هذا الهدف تاعو هو تسهيل الخدمات للشعب الجزائري، بالنسبه لي حاجه ما صعيبه. تضاعف عدد السائقين المسجلين في تطبيق الشركة إلى 12,000 سائق، وصارت الشركة التي ضحك عليها الجميع تتواجد في 17 ولاية. ولأول مرة في الجزائر يتطور استخدام التطبيقات الذكية بهذه السرعة الهائلة، حيث وصل عدد مرات تنزيل التطبيق إلى أكثر من 1.8 مليون تنزيل، أي أن الشركة الصغيرة صارت تملك أكثر من مليون زبون في أقل من عامين فقط،
ووصل عدد الموظفين في 2019 إلى 200 موظف. من بين الحاجات اللي موتيفتني للعمل مع سيد مهدي هي أن الطموح تاعه والإيمان بالفكرة تاعه أنه يعمل في جروب، كنا نخدمه على أساس عائلة. مواصلة تحطيم الأرقام القياسية لم يجعل مهدي يطو ومجموعته الشابة أن تنام على الإنجازات المحققة، وبفضل الأسس التي تعلم عليها رجل الأعمال الشاب والخبرة التي اكتسبها راح يؤسس شركات فرعية مدمجة في شركة الأم، أنشأ خدمة لتوصيل سريع تشمل الطعام ومبيعات أخرى، ثم أضاف خدمة أخرى في مجال التجارة الإلكترونية التي تنمو بسرعة، ثم وضع عينه على الإنتاج السينمائي الذي يبث عبر الإنترنت وأسس تطبيقا فيه. الناس كانوا بطالين، كان ما عندوش خدمه، كاين اللي ناقص مصروف لا غالب الشهريه تاعو ما تكفيهش، دونك كان جاو عجبهم الحال بداو يخدموا. وصل الرجل وفريقه إبهار المشككين في قدرة الشركة على الصمود طويلا، وفاجأ المتابعين بفتح فروع لشركته مع صديقه نور الدين طيبي في كل من تونس والمغرب وفرنسا وحتى الصين. بزاف ناس تكلمت معهم ونعرفهم في يعني في الأقارب تاعي، ولا يقول لك هذه ما عادش تمشي، هذه ما تقدرش، ناس اللي عندهم هذا التفكير شغل من الأول قبل ما يجرب حاجة يقول لك ما تمشيش. وعندنا هذا سينديف، وانا عندي ضغط العمل اليومي والتركيز على تطوير الشركة يدفعان بمؤسسها إلى الهروب نحو هذا المكان الهادئ على شاطئ البحر غرب العاصمة. البحر له قصة أخرى في حياة مهدي الطو. أنا الهواية تاعي هي لاشاسو مارين، صيد البحري والغوص البحري نقوله. وكي يكون عندي شويه كيفاش نقول لك، هي هوايه نحب نديرها في كل وقت، وميم طونس كي يكون عندك ضغط وعندك مشاكل ولا الكالم هذاك الهدوء هذاك الاخر ينحي لك شويه مشاكل وترجع تشوف الافكار تاعك يعاودوا يبانوا. نخرجوا في البحر هنا ماشي بعيد، هنا من جهه لا مادرا ولا من جهه الفار من هنايا، ونجوزوا نهار كامل صياده اشاسيو مارين. لكن ماذا عن المستقبل؟ ماذا عن استمرار الشركة في ظل ظروف مناخ الأعمال في الجزائر المعروف بتعقيداته التي لا تنتهي؟ العقلية تاع نقولوا شركة عائلية وأنا لازم وليدي يكمل فيها ولا الأخ تاعي ولا، أنا نقول لك صح حتى ياسير كي بديت قلت بالك عام عامين الشبان هذو اللي دخلناهم مهندسين هذو
قاعة القمة.